السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إياد الموجي، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد، سبت جديد، السبت الممتاز جدا 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 يا حبيب لوست، لان انت عارف طبعا مع بداية السبت الممتاز بيكون عندنا ايه؟ ان انا ما بقتش حمل. بقتش حمل ايه بقى؟ انا ما بقتش حمل الكرة المصرية. السبت ده معانا لاول مرة ضيف جديد، هو كمان ما بقاش حمل، معانا اسطورة، معانا عظمة متحركة على الكرة الارضية، معانا اجمد واعظم اسطى انجبته ورش كرة القدم في التاريخ، معانا الاسطى عبد البلف. ازيك يا حبيب الوسطى؟ عامل ايه؟ يا رب تكون حلو. انت وكل انت مش مسميهم المجزويه باين؟ لا لا، مسكوش المجزويه. طب ما تهات لي كرسي كده. خد لك روح انت بقى، هات لك كرسي يعني اشتعل الراس شيبا. صحيح كله حلو. بص انت نازل من انا نازل بص انا جاي من ايه؟ انا جاي حرفيا جاي من السما. يعني انا كنت جاي بالطياره. ما عندكوش في مدينه الشيخ زايد صحيح مهبط طائرات تحت الانشاء؟ انا طب الباراشوت وبتاع. انا عارف، انا لقيتك بتنشقل تحت كده. شفتني؟ بس انت كبير على الحاجات. لا لا عيب عليك بقى، خلاص. ما ليه بقى؟ ليه؟ عشان كنت بشرب ميه كتير وانا صغير. هايدريتد، يو ار كيبنج هايدريتد. ايوه شرب الميه وصحيان بدري وبستحمى ميه ساعه الصبح. ده انت فرع مكاوي. يا بتفرج عليهم كلهم. انا نزلت تويت على تويتر وستوري على انستجرام، قلت لكم فيها ابعتوا لي حاجات لي علاقه بالكره المصريه، حاجات غريبه، فانتوا بعتوا لي حاجات تعالوا نشوفها مع بعض ومع الاسطه. ايه ده؟ قلقت شويه نور. ما انا بقول لك دارت دايركشن. دارت دايركشن. معانا والله العظيم طلعت كتير. قلت احنا لما بنقع عارفين هنقف ازاي، وكل الخوف على اللي جاي مش على اللي بعد كده. الله ينور. واسحى الكلام. الله ينور. صحيح. احنا ما نعملش خط صحفيه، احنا نركز في الملعب وفي القضيه. وبركز في القضيه. عارف لو كل 3 سنين يجيب قضيه ممكن ويسكت، بس مش عايزين مش عايزين حاجه. جدد اشتراك ونسحب موبايلات. لا انت ما شفتش انت بقى كابتن محمد شريف، هو بيزعل بس لما بنتري عليه. بصراحه انا اتكلمت عنه قبل كده وبيزعل، بس انا بحب وبيجيب جون في الزمالك. بس ما دي بالنسبه لي خلاص. يعني مش عايز كان حاجه. كان منزل ايه صوره ليه وهو معيط كده وعينه مدمعه وهو الولع يعني فاهم ليه وكده وعينه خضره وبتاع. يقول لك قمه الحزن ان تبتسم وفي عينك الف دم. هو قال كده. منزلها والله. وطبعا اتعمل عليه غرامه، اتسحبت موبايلاته بتاعه. كنت لسه اقول لك تعال جدد له يا عم، ده مش الدرجه دي يا معلم والله. يعني مش قوي كده. تعالى على كله انا علي على الكينج وتيب غم. لو اتعتمين تقول مش عاجبك واعمل حلو هتلاقي تقول دراكولا. وانا فولا معصومه نصين برجوله علشان اكسر لك الرقم 100 كنت. هو بس كده؟ لا يا عم تلاقيه مقصوص، تلاقيها جابت شاطط في الاخر. لا هي دي المهاره. هي ما شاطتش؟ لا ده يا ابني خمسه ستار سكيلز. هي بتعمل فيك شوت بس هي عامله يقول لك عليك ميسوجينست يا عم. ميسوجينست ايه؟ طب ده ايه طيب؟ يعني بص الواد اصلا واقف ازاي، عامل ازاي، اللي هو ماشي. عارف انت اللي هو هنلعب ولا لا؟ يلا ماشي حلو. يا مساء. عاش يا سوس. لا بس هي البنت زملكاويه بقى، ما تزعلش مني. لا انت راجل اهلاوي صحيح، انما الوسطى بيحبوا كل الناس والناس كلها بتحبه. فن وهندسه بصراحه. انا شايف الفن والهندسه بصراحه. انا شايف ان احنا نعمل تيك توك. هي يعني ما نلعبش كوره. لا وبص هو ركز في التيك توك. شي هاز سمثينج تو بروف ان هي عشان بنت، فما البنات ما بتلعبش كوره، فهي عايزه تبين انها حريفه. بوظت الدنيا. هنعمل ايه طيب؟ خلاص يعني. بس هي ممكن تكون حاجه. انا عاجبني الكنترول بتاعها على الكوره. حلو. رمضان ورقص ورقص رمضان و صلاة على النبي. صلاة على النبي. الراجل ده رايق. ايه ده قاعد بالفانيلا الحمالات بكوبايه الشاي كده. والله العظيم. وايه انا احب التفاني في العمل. وبيلعب صباع رجل. انا احب احب كده الواحد وهو بيشتغل يبقى مبسوط. يعني لو انا قاعد بشرب كوبايه الشاي تبقى لنا اربع ساعات. خلص انت. امسك دي. هات دي. امسك دي. التوت ده. احنا سبعه. سبعه. والحاجة الله يرحمها بقى. الله يرحمها. ربتكوا السبعة؟ طبعا. قدرت تربي سبع شباب؟ أربعة شباب وثلاثة أخوان. إخوانها كانوا كويسين. إخوانها خلاني أنا. لما هي قريبتك يا كابتن؟ مين؟ ها؟ لا ثواني معلش يعني. احنا كنا ايه؟ كنا سبعه، بعد كده قال لك اربعه وثلاثه. امه البركه فيها. البركه فيها عرفت تربيهم. البركه فيها الله يرحمها. ربنا يديها الصحه وطول العمر الله يرحمها. يعني بتعرف تربيهم. عرفت تربيهم. فهو اخواتها لا جدعان. خلان. خلانه. هي مين بقى؟ هي الست دي تقرب له ايه بقى؟ تقرب له ايه؟ اللي هي ام السبعه. اللي هي امه. والله انا شايف ان ربنا نصر كابتن طارق. كره مع جمعه، جمعه بيلف وجول. الجول الاول للنادي المصري. ايه ده يا جماعه؟ الحطه والنطه. ولع الملعب شطه. خمس دقايق بنلم الورد. ده هو قال كل حاجه. ده ابداع بقى. ده لما الكوره فاهم ده في تسع ثواني قال كل حاجه. لفها احمد جمعه، لفت جاتوه والله، لفت هدايا. ده احنا في ايام الكريسماس. يا سلام عليك يا جمعه. الواد عنده منطق. يعني الموضوع عنده منطقي. احنا لفت هدايا، لفت جاتوه، لان احنا في ايام الكريسماس ويوم الجمعه. فايه يوم الجمعه؟ عشان كده هم سجدوا. واخد بالك؟ كل حاجه سلموا على بعض بعدها. هم سلموا على بعض بعدها وفي واحد بيوزع فلايرات بعد الصلاه. مصر حطها في الزاويه القاتله.
تسديدة ولا أروع ولا أجمل. الزاوية دي اللي بيقولوا عليها طليان الزاوية. بيقول عليها الطليان؟ لا الطليان. الذي يسكن بها الشيطان. الذي يسكن بها الشيطان. فاهم؟ أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم. الوجع برضو كابتن طارق موجوع من صغره. ما اخدت بالك من ربنا نصره بعد كده ايه ست ايته ولادها وعيالها ست ايته وامه. الرينش عنده كل ما بيقع بيعمل حاجه غريبه الاطوار. اتكسفوا على دمكم يا شويه عيال لما يكون هداف الفرقه الباك الشمال يا لعيبه شبعت يا اشباه الرجال. اشمعنى لما اخذ محمد هاني يعني بص الفرقه كلها واقفه ورا اشباه الرجال. لا هو محمد هاني والله العظيم شكله ارجل منه الواد محمد هاني. والله العظيم على الاقل معاه كام بطوله شفت بقى. ما اعرفش محمد هاني معاه كام بطوله. محمد كتير معاه بتاع جي بتاع 15 بطوله 15 بطوله. هو ده بقى الراجل ده معاه كام بطوله بقى اللي بيتكلم بقى سنانه بيض بس ووراه واحده بتحب اسمها ايه واس سلمى واحمد او سمير وعلي. ظلمنا الراجل. فيكوا كاس العالم يا اطفال فضاد ومحمد هاني غرفه ده. لا ده مش حصان. مش حصانها. مش حصانها. مش حصانها. مش حصانها. جميلة بقى. اه انا عيب عليك. الصلاة على النبي. دي المواهب بقى. بس انا عجبني التعليق اللي قاله. لا لا بس رجع لي كده الحتة وهو بيقول للكرة. لا ما تجيش هنا. بص. يا جزاها كف. ايوه لا بص. عطاها كف. بص دي لا لا دي بتقول ان هو حريف. دي بقى اللي هو انا مكاني مش جول. انا ما 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 برضه مش لابس لبس جول. كان في واحد لابس شروال كده ما اعرفش بقى بتاع الدليفري ولا ده ايه. هو لابس كلسون هناك اهو. اللي لابس الكلسون ده حارس مرمى. حبك دايما بعد الاهلي مين؟ بعد الاهلي ربنا سبحانه وتعالى. الله اكبر الله اكبر. يا ساتر يا رب. ابليس منين لو اكلم ابليس؟ طيب ما نطلعش في برامج بقى. نركز في الملعب او في كلوب هاوس. هو قاعد في كلوب هاوس. نركز في كلوب هاوس على الاقل هيجي منه محتوى. بعد الاهلي ربنا سبحانه وتعالى. لو قالها بثقه ولا بيكررها. فاهم؟ مثلا مش قالك بعد الاهلي ابويا وامي والمجتمع والناس. لا ربنا سبحانه وتعالى. لا بس برضه عشان برضه مناش بنظلم الراجل دي زله لسان. زله لسان عشان هيجي لك بقى واحد. بص بقى عليها زله لسان. مش شايف الزله؟ شايف الزله بتعمل ايه في الرجاله؟ والله العظيم it was a very important match for Egyptian or Arab or Africa because not يعني راجل جايب مترجم وبندفع له بالدولار. ما تكلمه يا عم عربي يا عم هو يترجم له. يعني تتراي هارد عشان تثبت حاجه صحيح. مش مهم تثبتها. توب از ذا بيست كيتيك ذس بطوله. لا مؤاخذة مقدر يعني تيجي تزيز بطولة. تيجي تزيز بطولة. بص الراجل أصلا كرمش وشه بقى بدأ اللي هو لا استنى بقى ابتدى يحس بتقلصات معويه وغير معويه. لا بالراحه يعني اهدى عليا كده. اند ذا ريزلت لا هيقوم له. فاهم اللي هو لا لا دي هبت برايس فور اس ايفري بودي ان ايجيبت ايفري اي واحد مصري كلنا كمصري معدي بقى التخين فيكم يطلع من الاخر. كلنا كعرب كنا متوقعين نظرا للاداء الجيد للنادي. بص بدا خلاص اللي هو لا الحمد لله بيتكلم عربي هترجع بس خلاص. لا خلاص بقى فاهم فقد الامل بقى. ما يقول عربي يا عم. انا بالنسبه لي احسن رساله النهارده من مباراه الزمالك الاخيره من كابتن طارق يحيى. عايز يقول ايه؟ ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك. معانا على التليفون المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. اهلا بيك يا فندم. انت بتضحك عليا يا شوبير. يعني بتضحك عليا يا شوبير. بقى لنا اربع ساعات عايزين نعرف بتضحك عليا يا شوبير. على او عارف ده بيفكرني بايه؟ لما الاقي حقيقي حد فاتح الفيديو لمؤاخذه من فيديوهاتك. واحد عمال يضحك. الواد بتضحك على ايه؟ ده اي حد يشوف فيديوهاتي الفتره دي صح. تلاقيك انت بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ بتتفرج على ايه؟ يجي يفرجني. لا بتفرج وبضحك برضه. بجد؟ لا لا بضحك حبيبي والله. لا 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 زي العسل. بس العيال الناس تشعر بالخزي ازاي؟ بص قاعدين كده اللي هو عارف انت قاعدين في عسل زي صح؟ اللي هو يلا او بتضحك على ايه فيها؟ او في حاجه يضحك عليها صحيح. هو ما هي البلد والجو والنور بيقطع والجو حر. هو دي حاجه يضحك عليها. تضحك عليها شو بيه؟ على يعني خلاص بقى خلاص يا جماعه. الراجل صاحب مرض اقفل اقفل يا عم. خلاص يا جماعه ما تضحكش تاني يا كابتن احمد شوبي. بور فاور بعد اذنكم نو مي جامن ا مي تليفونو. اسبانيا كامبيوني ديل موندو قوي بقى. ف
فاهم اللي هو لمؤاخذه فور فافور اللي هو اي واحد اميجو محدش يفتح بقه يا منا مي تليفونه محدش يكلمه والنبي الله يخليك محدش يكلمه الله يخليك او فاهم لو كان مش لنا 5 الله يبارك لكم يا جدعان وهتلاقي حساب الشاري ده بره عرفتونا يا جدعان اتحطونا في عيشتنا محدش كلمه ده اللي هو بص صاحبتي مقموصه محدش كلمنا الله يخليك محدش كلمني دلوقتي جايه دليفري ده الكوره مش طالبين اولدر بجد والله لا الحكم فاهم كان متقل وعايز يحلل ده بقى لا والله ده بيوصل له الكوره يعني ده طلبات حتى مش مرسوم تلاقي اصلا الماتش اتاجل تلت ساعه فاهم الراجل الكوره فين في الفور في فين وانه عماره والراجل على باب الكومباوند مش راضي يدخلني كان عندك قصه احكي لكم قصه ايوه ايه بقى ده ولا اي حاجه ولا انا اقول لكم انا دايما بطلب طلبات بالليل الفجر فانا اطلب اكل وابويا وامي نايمين والعيله نايمه وبتاع فانا اكتب له في سبيشال ريكوست كده طلبات وانت بتطلب ما ترنش الجرس زي ما تحطش بص ما طب هي بكتبها في كل حته ما ترنش الجرس عايز الصوصات ايه ما ترنش الجرس طب ايه ما ترن عايز سايز ايه انا ما ترنش الجرس وبعد كده اكلم المطعم احتياطي ما ترنش الجرس تيجي الساعه 4 ونص كده الاقي فيه بيت معمول على على الجرس ميوزك برودكشن كده فاهم فاطلع اقول له يا ريس يعني انا قايل لك ما ترنش الجرس صحيت البيت كله اتضايق فيروح قايل لي معلش يا باشا ما خدتش بالي طيب ماشي هتخش تجيب حساب اخش حساب بقى باقي مثلا ايه 10 جنيه مش لاقيه عمال الملو فك طب ما تسيبها والله نفسي اسيبها اديله تيب هو مش مديني بقى فرصه ليه اخش اخيب عليه 10 ثواني الاقي بقى ماسك الجرس هيلتي ماشين جن يا عم انا قاعد لك في البيت ما انا جوه البيت يعني انا مش ههرب منك دي بقى ده 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 شكوى بشتكيها طالب في الجامعه حضرت فرح وانت لا نعم حضرت فرح طبعا هو بنت خاله وهي الحاجه تبقى بنت خال مرتضى لا والله العظيم والله يعني ده اول مره في القصه دي يعني لا زوجة لا حضرتك لا بنت خال لا مرتضى متجوز بنت خاله يعني زوجة المرتضى مرتضى بنت خاله بنت خاله على طول وانا اتجوزت بقى الكوره والمولدات مرقع بقى قاعدين على المصطبه قاعدين على المصطبه انا احب الاعداد دي بقى انا ما احبش لا ما احبش اعداد العرب ده هيت قوي ده شكلها كوره حلوه يا نهار اسود يا نهار اسود يا ساتر يا رب ده رجوع دي جرينتا دي جرينتا الطلياني ده اقل لاعب في الدوري الايطالي صحيح ده اقل لاعب في الدوري دي جرينتا الطلياني لو انا عاجبني ان الواد ايه فاهم مفيش رد فعل هو قتله ورجع قتله ورجع بقى يمسك عشان لو حد لعب التماس بسرعه ولا حاجه ممكن تشوف الروبوت يلعب كوره مثلا لا ما اعتقدش شايبه قوي يعني اما بقى لو هو موهوب مثلا والله العظيم احنا قلنا ما نطلعش في التلفزيون خالص ونقضيها قضيه ممكن خلاص نلعب بس يا جدعان نلعب كوره وخلاص يا كابتن محمد مجدي قفشه يعني بيقول لك لو الروبوت موهوب يعني لو ابوه مثلا كان لاعب قديم ابن عاملين فاهم لو كان راح اكاديميه وهو صغير مثلا لكن غير كده مش هيبقى قوي يعني الروبوت مش هيبقى فاهم مش هيبقى حريف مش هو هيعمل ايه في الاول وفي الاخر يعني هيجيب القضيه لا طب صح بس مفيش روبوت يجيب القضيه ده كابتن شوبير دلوقتي احنا عارفين هو بيضحك على ايه ده صح بيضحك على السكرين ده نادي زيد الرياضي بيكلم سيف زاهر وتحت سيف زاهر بيكلم رئيس نادي فيوتشر طب والله فاهم اللي هو انت اعمل فولو اعمل لك فولو لايك فور لايك فاهم عارف انت الاسك اف ام زمان اللي بنعمله هو ده هو برضه قال لك انت ليك عند صاحبك ايه دي واحده من الثلاثه مداخله هاتفيه دي واحده من الثلاثه على اون سبورت قولوا لنا بقى الاثنين الباقيين تحت في التعليقات في الكومنتات يا ريت تشاركونا هو الفيديو كله كده؟ بس انا عايز اقول حاجه بص يعني انا ملاحظ ان هو بيحاول ياكت ان هو تمام يا كريم يا بص يا ايه يا كريم بنزيما انا يا ساتر يا رب المال لا يشتري السعاده لا بيشتريها صدقني مش انا مجرب انا مجرب يعني الحمد لله يعني هو يشتري السعاده هو اللي مقريف بس هو هو ممكن يكون مثلا ايه فاهم التكييف مش قوي الكبسه ما عجبتهوش او مثلا ما لعبوش ماتش ودي حلو او التمرين ما كانتش تمام انت بتشجع مين بقى في السعوديه انا احب قوي الهلال لا انا احب الاتفاق بقى الاتفاق انا احب طول عمري الشلهوب لا انا احب نادي الاتفاق السعودي ليه بقى لا عشان ستيفن جيرارد هو اللي بيدرب الاتفاق دلوقتي وهو اللي جاب لهم جوردن هندرسون هو هندرسون راح الاتفاق راح الاتفاق ده بجد اللي قال لك قبل كده لا يمكن في حياتي اروح السعوديه ولا قطر الدول الوحشه دي راح الاتفاق هو الماليه اشتري السعوده شفت بقى وجوردن هندرسون زائد جوردن هندرسون وكريم بنزيما السعاده زائد جوردن هندرسون تخيلوا لو دي استادات الدوري المصري هيكون ده طبعا استاد النادي الاهلي وده هيكون استاد الزمالك الملكي
معرفش انت نزلت كل ده ازاي. لاعب عليك الالاستيسيتي. بص بقى انا عندي مشكله مع مين. مع مين؟ مع دول. يا بنت الكلام على ايه؟ ولا على الشمال ده شبيه مين؟ ده بص هو على الورق ثيوريتيكالي ده شبيه هالاند. ده شبيه هالاند؟ انت متأكد ان هو شبيه هالاند ولا شبيه المشكله اللي جنبه ده شبيه بنزيما برضه ثيوريتيكالي. يعني كل ده مش مثبت. ما حدش اثبت الكلام ده. هم قرروا. انا بقى عندي مشكله بقى مع الناس دي. عارف انت لما تقرر حاجه ومحدش يقدر يوقفك؟ انا شبيه هالاند كده خلاص. يعني طب ازاي يا ابني هديك يرديك مش شبهه؟ مفيش. ايوه صحيح. انا شبيه هالاند. أليسون يعني ده مثلا عامل شبيه ارنولد. يعني هو اصلا فابينو شبيه فابينو بس بس هو انا فابين. لا وفابينو اصلا شبيه الفنان احمد بديه بس صحيح. ده هو قرر ان هو شبيه ارنولد مع انه شبيه فابينو. انا ممكن يا ابني مفروشه لك. ايوه صحيح. لا انا بحب ارنولد فانا شبيه ارنولد. وكل واحد بقى على حسب اللي بيحبه يا ايه. يعني انا مثلا ممكن اقولش انا شبيه لوست عشان بحب لوست. طب ما انت شبه لوست. ازيك يا حبيب لوست؟ حبيب لوست. كونان ايدو جو. مين كونان ايدو جو؟ هو كونان ايدو جو. مين كونان؟ هو اسمه كونان ايدو جو بجد؟ والله العظيم حسيت هجيبه. كم لا هو كان بيقول له يا أليسون انا عايز اشوف شبيه أليسون. يا ارنولد مالك قاعد زعلان ليه؟ طب والله العظيم شبه أليسون صحيح. مفيش والله كريم بنزيما وفينيسيوس. بص في قصه يعني في سكريبت مكتوب ومفيش كريم بنزيما. كريم بنزيما وفينيسيوس جابوا فيها جون. جابوا فيها جوان صاروخ. عشان كنت مصاب في غيابي. بص كنت مصاب في غيابي. ده كذاب. ده انت السبب يالا. ده انت السبب. سواء كنت ده بركه. ده بركه ان انت كنت مصاب. كنت ارنولد ولا فابينو. ده شبيه اكي. هو اكي طلع له شبيه. يعني اكي نفسه من شهرين ما كانش حد اهله ما كانش عارف ان هو بيلعب كوره. يا ساتر يا رب على الخروقه. يا لهوي ده بقى عبد الله. هو شبيه القمع. لا ده رونالدينهم بقى. انا عرفت الوقت. رونالدينهم بجد. ده رونالدينهم. ايوه في اخراج برضه خلي بالك من جر شبيه تارانتينو. صح حبيبي. حلو حلو. بيضحك عليه وبيتشقلب. لو انت هتفرجنا على ده كله انت بتهزر. اطلع يا راجل بلا تهريج. طبعا يعني دي كانت الفيديوهات اللي انتوا بعتوها. لوستا مستعجل عنده طياره بترن. وزير الراي. وزير الراي عنده طياره. وزير الراي الاثنين مستنيينه دلوقتي. فمضطرين نقفل الحلقه على كده وان شاء الله نقدر يعني نقدر على ثمنه ونقدر نعمل معاه اعرف فيديو تاني جديد. انت عارف ان المحادثات قعدت معاه فتره كبيره قوي. بقى لنا حوالي اكتر من شهرين في انا جبت لك وكيل اعمال كوشيشنز مع وكيل اعماله كتير قوي. بس الحمد لله قدرنا نجيب لوستا. الحمد لله. انا مبسوط ان انا كنت معاك. وانا كمان والله العظيم يا حبيب لوستا شرف ليا والله. والله العظيم يعني الحمد لله. ونسيت برده اقول لكم ان الستايلست النهارده برده هو لوستا عبد البلف زي ما انتم شايفين. يعني حاجه كده ما شاء الله. يعني انا واحمد حجازي في نفس المنطقه. احمد حجازي بتاع الاتحاد السعودي. والله بيلبس حلو بجد والله. انا واسامه جلال في نفس المنطقه. مين اسامه جلال؟ بتاع بيراميدز. ده لاعب كوره برضه. والله العظيم بيلبس حلو برضه. بيلبس حلو برضه. يا ساتر يا رب. كابتن محمد النني بيرن ولا ايه؟ لا لا ده وزير الراي. ده وزير الراي. شكرا لوجود لوستا معانا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وهسيب كلمه اخيره لوستا.